taking place one of the most serious humanitarian crises that this region has experienced. أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ الحديث. لذلك من الضروري جدا أن نتوصل لهدنة إنسانية دائمة كي نرفع المعاناة الإنسانية. شكرنا الرئيس السيسي على جهوده. في إيصال المساعدات الإنسانية، وبعض المساعدات ستصل إلى مصر هذا الأسبوع، ومصر تقوم بدور وساطة كبير وأيضا جهد إنساني كبير. نود نشكرهم. التقيت بالرئيس هيرتزوغ ورئيس الوزراء نتنياهو وأوصلت لهم تنديدنا لأحداث 7 أكتوبر، وأيضا رحبنا بإطلاق سراح الرهائن بعض الرهائن بالتركيز على أن يتم إطلاق سراح البقية كلهم. وصحيح أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، لكن باحترام كل قواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أن القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء بما فيهم آلاف الأولاد والبنات غير مقبول كليا. العنف سيؤدي إلى مزيد من العنف فقط. علينا أن نستبدل العنف بالأمل والسلام. هذا أمر أخبرت الرئيس هيرتزوغ ورئيس الوزراء نتنياهو الأمس به. حان الوقت لإنهاء دورة العنف هذه التي حلت بالمنطقة لعقود، وندعو الطرفين لأن يدركا أنه لا يمكن الاستمرار بالعيش تحت طائلة الحرب والعداء. لابد أن نعطي المجال للسلام والازدهار والاستقرار. لذلك أردنا أن نزور الرئيس عباس في رام الله ونعطي الشعب مستقبل كله أمل، وأن نتوصل للحلول. وعلى إسرائيل أولا أن تتخذ توجه شمولي، وهذا سيتم من خلال حل الدولتين بالاعتراف من المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين على الضفة الغربية والقدس. وبالتالي فإن جمعية التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعوا لمؤتمر سلام يعقد بأسرع وقت ممكن، وعلينا أن نضع آمال سياسية لهذه العملية من أجل أن تنجح. كل من إسرائيل وفلسطين لابد أن يكونوا في المؤتمر، والمجتمع الدولي لابد أن يشارك في دعم هذه الخطوات. أوروبا مستعدة لأن تعمل من أجل إنجاح ذلك. هدف المؤتمر يجب أن يكون لتنفيذ حل الدولتين وفتح صفحة جديدة بالاعتراف المتبادل، وهو الطريق نحو السلام المستدام. لكن بداية لابد من إنهاء العداء، ودولتي إسبانيا ستدعو دائما لاستمرار وقف إطلاق النار الإنساني من أجل السلام والازدهار في هذه المنطقة الجميلة. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.